مرحبا يعطيكم العافيه والسلام للجميع جانا اليوم او جاني خلال الفتره الماضيه كثير اسئله عن موضوع الهجره صراحه يعني كان صعب اجاوب عليها كتابه بالكومنتس تبعتكم فقررت اسوي الفيديو هذا قد يكون اثنين قد يكونوا ثلاثه هنحاول نقسمهم خمس ست دقائق كل واحد عشان تستفيدوا اكثر شيء حاولت اجمعهم باكثر من مكان المشكلة الكبرى أو القصة أني أنا مش مستشار هجرة قانوني وصراحة أنا رجل حضرت إلى كندا قبل فترة طويلة وطريقة الهجرة اللي هاجرت فيها تختلف عن الطريقة الحالية النقاط كانت تحتسب بطريقة أخرى لكن كثير اصحاب الي سالوني عن الهجره فقررت اني ابدا اعمل لهم فيديوهات عشان اساعدهم وثقفت حالي من حالي يعني كنت ادخل على موقع الهجره الكندي واقرا ومن هون كنت اجيب المعلومات يعني كل المعلومات مصدرها من موقع الهجره فانا لا افتي بشيء لا اعرفه ولكن حبيت بس اعملها ديسكليمر او او تنبيه قبل ما نبدا الان السؤال الاول سؤال مشهور ماذا تعني الهجرة وماذا يحصل من خدمات للمهاجر الهجرة هي أنك تحضر طبعا نحكي عن كندا إحنا أنك تيجي على كندا وتحصل على الإقامة الدائمة كمقيم دائم أنت بحق لك جميع الحقوق اللي بحق بتحق للمواطن الكندي ما عدا الانتخاب والترشيح للانتخابات رشح حالك وجواز السفر الكندي أه طبعا أه بحق لك التعليم الابتدائي لابنائك، أه الصحه، أه الامان يعني اذا عندك مصاري بساعدوك، أه كل هاي زي المواطن الكندي ما عدا هاي الشغلات. أه متى نحص نحصل على الجنسيه الكنديه بعد الهجره وما هي ميزاتها؟ الجنسيه الكنديه طبعا القانون الان بركز على كلمه الان هو ثلاث سنوات بعد اقامتك ثلاث سنوات بيعدوا لك اياها باليوم، يعني ممكن تطلع وترجع ثلاث سنوات من اول خمس سنوات، بما معناه بتقدر تطلع تزور اهلك في بلادك شهر شهرين وترجع، المهم تقضي ثلاث سنوات كامله في كندا. مش متق... مش شرط انها تكون مستمره ممكن تكون متقطعه. الميزات طبعا صارت فترة أربع سنوات من ستة الآن رجعت ثلاثة إلى خمسة فالقانون بتغير من هذا الفيديو يمكن لبعد أربع خمس سنين الله أعلم لكن الميزات تبعت الجنسية الكندية أنك بصير يحق لك الترشيح للانتخابات الانتخاب وطبعا بحق لك انك تحصل على الجواز الكندي، الجواز الكندي بدخلك 164 دولة إذا ما أعتقد أو 165 دولة هو رابع أقوى جواز في العالم بدخلك 164 دولة هذا لا اتوقع اتذكره بدون فيز او فيزا على المطار السؤال اللي بعده ما هي برامج الهجرة المتاحة لكندا؟ برامج الهجرة بتتغير من فترة لفترة بس بشكل عام في برامج الهجرة الفيدرالية وفي أه اللي هي بتنقسم إلى أه برامج هجرة السكيلد وركرز أو العمالة وبعدين برامج هجرة رؤوس الأموال وفي برامج هجرة الحرفيين وبرامج بتكون للم الشمل هاي كلها للهجرة وفي هذا حكينا الهجرة الفيدرالية في هجرة المقاطعات أو النومينيشن تبعت المقاطعات وفي كيبيك كيبيك لحالها لها طريقة تختلف عن باقي الـ الـ الأماكن ما هو نظام الاكسبرس انتري كثير الاكسبرس انتري هو نظام فقط لتسهيل او لتسريع مفروض عمليه الهجره للاسف هو ما سرى هي عباره عن انت زمان كيف كان كان بتقدم اوراقك اذا انت البوينتس تبعونك كانوا 67 اي ثينك بوينتس فما اعلى خلص انت الهجره لك بس تستنى وقتك قبل ما يمشوا طلبك، الآن لا، الآن بحطوك في 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 بول او ب مركز مركز كامل هيك للسحبة وزي كيف بحكوا بنسحب من الـ من الـ من الإناء وبتطلعوا على أعلى طبعا الحرف اللي بدهم اياها وعلى أعلى أرقام بخدوها. فممكن تقعد في البول سنتين المشكله انه كل سنه لازم تجدد اشتراكك في الاكسبرس انتري بدا في 2015 مفروض زي ما حكينا لتسهيل وتسريع العمليه لكن في ناس كثير تضررت في الموضوع طبعا هو نظام الكتروني بيتم فيه ادخال جميع البيانات ورفع المستندات عليه مباشره النظام السابق كان نظام ورقي ما هي مقاطعه كيبيك وما هي البرامج الهجره الخاصه فيها مقاطعه كيبيك هي ثاني اكبر مقاطعه في كندا هي المقاطعه الوحيده الناطقه فقط باللغه الفرنسيه طبعا الناس تحكي انجليزي غاد بس رسميا وعدد سكانها هي ثاني عدد طبعا المساحه هي مش ثاني اكبر بس عدد السكان طبعا في خصوصيه لها عشان اللغه الفرنسيه فبكون في الهجرة لهم طريقة خاصة بحبذوا إنه يكونوا أكثر ناطقين باللغة الفرنسية بعطوهم إذا أنت وافقوا عليك بعطوك شيء اسمه كيو اللي هو عبارة عن شهادة سيرتيفيكات سيليكسيون de كيبيك وهذه بتحكي انه هم موافقين عليك بعدين بتقدم على الحكومه الفدراليه وبياخذوك بتكون بس اجراءات يعني بعد ما يعطوك سيرتيفيكات دي سيليكسيون البرامج الخاصه فيها طويله فمش حنحكي معها حنأخذ كمان سؤال ما هي الامراض التي يمكن ان يتم رفض طلب الهجره بسببها طبعا هذا الموضوع ديبيتي الان في ناس في البرلمان بيحاولوا انهم يلغوا موضوع التامين الصحه لانه بيحكوا انه نرفض شخص لانه مريض هذا يعتبر عنصريه لسه القانون ما سن لكن في طرح له الامراض اللي حاليا هي الامراض المزمنه والمعديه مثال الايدز الهيباتايتس التبركلوز او السل هاي الامراض هي بشكل عام لانها بتعمل خطر على صحه الناس والامراض الثانيه اللي هي بتشكل عبء على ميزانيه كندا الصحيه برضه بيرفضوها لكن ما في ليست في الامراض المعينه ما هي برامج هجرة المقاطعات وما الفرق بينها وبرامج هجرة كيبيك طبعا هي شبيهة كثير معظمها تنضم تحت الحكومة الفيدرالية لكن هجرة المقاطعات هم بدهم ناس يروحوا على المقاطعات معظم المهاجرين بيجوا على مقاطعة أنتاريو ومقاطعة كيبيك وبالتالي هم أكبر عدد سكان هم بدهم يوزعوا كندا يا جماعة كبير كثير طيران من مونتريال لفانكوفر حوالي خمس ساعات خمس ساعات ونص ففعليا بدهم ناس يعبوا هذه الأماكن فيش غير 34 مليون في كندا معظم الناس تتجمع في المدن الكبيرة ما في ناس في القرى فهلا عم بيسووا حتى برامج للقرى مش كمان للمقاطعات للقرى نفسها فهم بحاولوا انه يوزعوا الناس وفعليا انا شفت ناس كتير نجحوا في موضوع الذهاب الى هذه الاماكن اماكن جميلة وفيها كل اشي بتحتاجه طبعا كلها كلها هي بترجع بعدين تحت الاكسبرس انتري كل هاي المقاطعات بدك تقدم بعد ما تاخذ النومينيشن لتر منهم او ورقه الترشيح بدك تقدم على الاكسبرس انتري الا الكيبيك توصل لسيليكسيون دا كيبيك وخلص بتنتهي امورك بتقدم بس على الاكسبرس انتري عشان تكمل اوراقك أه بدك تهاجر ومش عارف من اين ابدا الهجره يا جماعه احنا عملنا فيديوهات كامله عن الموضوع اول شيء اول شيء لازم تشوف اذا انت اليجيبل يعني انت تستحق الهجره او بتقدر تقدر تقدم على الهجره لانه اول سؤال بيسالوك اياه اللغه تبعتك اذا انت مش مقدم على الايلتس ولا عمرك الافضل انك تقدم ولو مره أه تشوف الليفل تبعك أه معظم من اللي بيطلبوا الهجره الان 6 ونص تقريبا 6 6 ونص إذا انت مش قادر هلا كيبيك بطلبوا فرنسي حتى لو خفيف مشوك لكن المقاطعات الثانيه كلها بدها انجليزي ولازم يكون ستة ستة ونص لازم يكون معك مبلغ مالي موجود على موقع الهجره وحكينا عنه كيف تقدر تطلع المبلغ المالي حسب عدد افراد اسرتك يعني بحدود من 15 للفرد ل نحكي اسره اربعه اعتقد 25000 او 26000 يعني مش مش حافظ الرقم بالضبط بس هذا والشغلة الثالثة أن تكون مهنتك مطلوبة هاي الثلاث شغلات الأساسية عشان تقدر تقدم للهجرة فإذا ما معك هدول الثلاث شغلات فكر بشغلة ثانية فكر بطريقة ثانية أو بدولة ثانية هل في شرط للسن للتقدم للهجرة؟ لا ما في شرط الحد الأدنى لازم يكون 18 طبعا بعدين تبدأ النقاط أو أحسن نقاط بتضلها إلى 29 سنة وتقريبا من 45 فما فوق صعب ياخذوا. 10 دقائق مرت فحنعمل فيديو ثاني اكيد تابعوا الفيديو الثاني ونراكم في الحلقة الثانية. السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجي لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.